هنكمل النهاردة إن شاء الله الليمب الاينمنت والديفورميتي بلاننج. توبيك مهم جدا، بيفرق دكتور من دكتور، هو شايف الليمب ازاي، حد بيعرف يعمل بلاننج للديفورميتي ولا لا. مش مجرد انا شايف او احساسي او كذا، لا، عندنا مقاسات، عندنا انجلز، عندنا لاينز، عندنا كذا. ان شاء الله في المحاضره دي، احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على يعني ايه اناتوميكال اكسس في الفرونتال بلين، يعني ايه ميكانيكال اكسس، يعني ايه جوينت اورينتيشن لاينز. كانت معلومات مهمه جدا عشان يبقى عندنا باك جراوند، عشان بقى نبدا نختص اكتر وبشكل اعمق في التوبيك ده. فانا هبدا اتكلم على حاجه اسمها ليمب الاينمنت نوملكريتشر اند ستاندرد ميجرمنتس، فيها إعادة للمحاضرة اللي فاتت بس الطريقة التانية وأكثر عمق and more in depth. محتاجين نركز قوي، محتاجين يبقى عندنا شوية سنس وإحساس بالماثيماتكس والهندسة كده، حاجة بسيطة قوي بس بصراحة لما هتفهمها ولما تبدأ تستعملها in your practice ده هيفرق معاك جدا. هنبدأ أول حاجة، التوبيك ده كله اللي عمل فيه أبديت وتغيير جذري فينا كلنا، وفعلا حط ستاندرد وحط ميثودز وعمل ميثودولوجي رائع، كان درور بيلي وجون هيرزنبرج، وما زال لحد دلوقتي جون هيرزنبرج هو اللي ماسك مكان درور بيلي في بالتيمور في ماريلاند ان يو اس اي، بيعمل ييرلي كورس وبلاننج ورك شوب عشان يعلم الناس هذا التوبيك. وانا كان لي الحظ ان انا حضرت مره هناك في 2017. طيب، عملوا مش بس عملوا كده، عملوا كمان ابلكيشن على الفونز سواء اندرويد او ابل ستورز، ابلكيشن مهم قوي اسمه مالتي بلاير. ده ابلكيشن فيري امبورتنت، وده يمكن هنعمل محاضره على التكنولوجي ان مانجمنت اوف ديفورميتي بلاننج ممكن، ونشوف المالتي بلاير ده بيشتغل ازاي. وفي بون نينجا، وان كان البون نينجا موجود بس على ابل ستور وبيشتغل على الايباد بس، ولحد دلوقتي مش عارف ليه مش منزلينه على جوجل بلاي وما بيشتغلش على الاندرويد. بس ده بدل ما كنا بنرسم مسطره ونمسك مسطره ونرسم وبتاع، بقى كل رسومات الكترونيك بيقيس لك الانجلز على طول، بقت حاجه لطيفه جدا. طيب، عايزين نعرف اتنين تيرمز جداد ما كناش قلناهم المحاضره اللي فاتت. زي ما قلنا كانت المحاضره اللي فاتت فيري بريمتيف فيري بيزك، هم طوروا من الكورس بتاعهم وبداوا حطوا نمول كريتشر جديده. بدا يقول لك هنعمل ثلاث حاجات اول ما نشوف اكس راي بتاعت لور اكستريميتي. خلاص، وي هاف تو دو وات از كولد ماب. وات از ذا مينينج اوف ماب؟ ام ستاندز فور ميجر ذا ميكانيكال اكسس ديفيشن، ذا ماد. احنا قلناها المره اللي فاتت وهنقول دلوقتي ميكانيكال اكسس ديفيشن. اول ما الاقي عندي ميكانيكال اكسس ديفيشن، اول حاجه اعملها اول ما ابص على اكس راي اقيس الميكانيكال اكسس ديفيشن. عينيا اشوف في ليج لينث ديسكريبنسي ولا لا واعرف اقيسه. بعد ما عملت كده، سكند ثينج، اي ستاند فور انالايز ذا انجلز، بي بيك ذا بون. فاحنا اول ما هنبص على الاكس راي هنشوف في ميكانيكال اكسس ديفيشن ولا لا، يبقى انا عرفت ان عندي جلوبال ديفورميتي. بعد كده هرسم اللاينز بتاعت كل عظمه واقيس الانجلز عشان احدد في ديفورميتي واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا وات ايفر. طيب، وبعد كده اي هاف تو بيك ذا بون، اي هاف تو ورك اون ات اند كوركت ات، لان مش شرط ان كل بون فيها ديفورميتي لازم اصلحها، ممكن اوفر كوركت من بون على حساب بون ثانيه زي ايه ما هنشوف. من الوقت ورايح لازم تتعامل مع البونز، ولما تبص على الاكس رايز تتعامل مع البونز كلاينز. خلاص، الشكل بتاع العظمه والكلام ده شكل
على deformity planning انا بتعامل مع العظم ك lines. وعشان نرسم اي line في الدنيا عندك طريقتين ترسم بيها line، يا اما تحدد لي two points خلاص ادي point وادي point وترسم ما بين ال two points دول line، يا اما تحدد لي starting point on a line and an angle خلاص. فهتقول لي والله انا على اللاين ده هبدا من نصه الانتر كوندايلر نوتش بالظبط، وهعمل انجل 87 درجه لاترال. في الحاله دي اقدر ارسم لك لاين ستارتنج فروم ذيس سنتر اوف ذيس ريد لاين وذ لاترال 87 ديجريز. في الحاله دي هرسم لك اللاين ده. اوكي، يبقى انا عشان ارسم لاين محتاج يا اما تو بوينتس يا اما ستارتنج بوينت اون ا لاين and an angle. ايه هو الميكانيكال اكسس بتاع البون؟ ده فيه شويه حاجه بقى من اللي فات بس لازم نفهمه ونعيده تاني للناس اللي ما حضروش. ميكانيكال اكسس اوف ذا بون ان ذا فرونتال بلين، فرونتال بلين خلاص، هو ستريت لاين كونكتنج ذا سنتر بوينتس اوف ذا بروكسيمال اند ديستال جوينت. فيمر يبقى لاين جوينينج ذا سنتر اوف ذا هيب اند ذا سنتر اوف the knee يعني the intercondylar arch and in the tibia line connecting the center of the proximal joint اللي هي the tibial spine and the center of the tibial plafond أو the distal ankle أو the center of the dome of the talus. This is the mechanical axis. نيجي للanatomical axis. It is a mid diaphyseal line. فانا عندي اي حته ميتافيسيس اقدر على طول انصفها سنتر بوينت اوف ذا ميتافيسيس اند 2.2 سنتر بوينتس. يبقى انا حددت كده 2 بوينتس يبقى اقدر ارسم لاين يطلع لي ايه الميكانيكال اكسس. هنكتشف ان في التيبيا الميكانيكال اكسس اوف ذا تيبيا هو نفسه الميكانيكال اكسس اوف الاناتوميكال اكسس اوف ذا تيبيا، وبالتالي هنعتبر ان التيبيا مفيش فرق ما بين الاناتوميكال والميكانيكال اكسس، هو فرق بسيط جدا بس مش فارق. طيب في الحسابات يعني نيجي للاناتوميكال اكسس اوف ذا فيمر. الاناتوميكال اكسس يعني ميد دايفيزيال لاين. هتلاقي الاكزيت بوينت بتاعته فين؟ لازم نتامل كده شويه. الاكزيت بوينت بتاعته في البايريفورم فوسا. و البروجيكتور بتاعه ديستالي فين؟ مش في السنتر اوف not in the center of the trochlear notch. No, it is a little bit medial. In the adults, about 1 centimeter medial to the center of the trochlear fossa. الكلام ده يفرق معانا في ايه؟ او كلينيكالي ممكن نستعمله في ايه؟ لما انت بتحب تحط intramedullary nail, this intramedullary nail go through the femur, لازم الانتري بوينت بتاعتك عشان تدخل ستريت نيل تبقى من البايريفورم فوسا. ولو عندك ديستال فراكشر هنا في السوبرا كوندايلر اريا اوف ذا فيمر وانت عامل انتر ميدلر نيل، لو لقيت النيل ماشي وبوينتنج ميديال تو ذا سنتر يبقى انت صح كده مرجع الانجل صح. طب لو كان بوينتنج تو ذا لاترال يبقى انت عندك هنا الديستال فيمر متثبته ان فيرس ماشي، سواء كان النيل باسس ان ذا سنتر او لاترالي يبقى انت كده عندك ايه؟ فيروس. فده مهم جدا ان احنا نفهم الكلام ده. طيب زي ما البون اقدر اكسرها اقدر اكسر الاناتوميكال والميكانيكال اكسيس. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو عندي جزء من العظمه اقدر ارسم له اناتوميكال وميكانيكال اكسيس. في بعض الاحيان يبقى صعب ان ارسم له اناتوميكال اكسس وممكن سوري ميكانيكال اكسس، بس في الاغلب بقدر ارسم له اناتوميكال اكس. يعني انا لو مش شايف الديستر فيمر وعندي البروكسيمال فيمر هقدر ارسم الميد دايفيزيال لاين بتاع البروكسيمال بارت واقدر ارسم الميد دايفيزيال لاين بتاع الديستال بارت. ولو الاثنين مش كولينير يبقى انا هنا عندي ايه؟ ديفورميتي. واقدر برضو ارسم الاناتوميكال الميكانيكال اكسس اوف ذا ديستال فيمر زي ما شفنا هنرسم على طول الجوينت اورينتيشن لاين اوف ذا ديستال فيمر واطلع عليه ب 87 درجه هرسم الميكانيكال اكسس ماشي. والبروكسيمال
في مر اقدر ارسم لها الميكانيكال اكس بتاعها من غير ما اشوف الديستال فيمر زي ما هنشوف في الاكسرسايزز في المحاضرات اللي بعد كده. فيبقى انا دايما بشوف البونز كعلاقه ما بين لاينز. These lines represent either the anatomical or the mechanical axis of the bone. Okay. طيب كده اتكلمنا على الميكانيكال اكس اوف ذا لول اوف ذا فيمر، ميكانيكال اكس اوف ذا تيبيا، وافتكر ان احنا بنتكلم على ميكانيكال اكسس اوف ذا فرونتال بلين، يعني في السجيتال بلين الكلام مختلف. طيب ايه بقى هو ذا ميكانيكال اكس اوف ذا لول؟ زي ما قلنا في البون from the center point of the joint above to the center point of the joint below، هيبقى هنا from the center point of the hip to the center point of the ankle joint. Normally should pass fin should pass in the center of the knee. That's mean the mechanical axis of the femur and the mechanical axis of the tibia are collinear. يعني ماشيين على استقامة واحدة. Okay. يبقى لو انا ببص على اللور ليم، امتى اقول ان these lower limb are aligned؟ When the mechanical axis of the femur is collinear with the mechanical axis of the tibia. In another word, align from the center of the hip to the center of the ankle should pass the center of the knee. This means this aligned, this is aligned lower limb, aligned lower limb. احفظوا التيرمز عشان التيرمز يبقى ليها معنى. اوكي لازم يبقى انا لما الاقي الميكانيكال اكسس كولينير وماشي في السنتر اوف ذا جوينتس اكزاكتلي، يبقى انا في الحاله دي بقول ايه؟ ماي ليمب از الايند. يبقى اول حاجه تعملها، احنا قلنا هنا انا حاطط الماب اند ايبكس، دي حاجه هنشوفها بعد كده فوق في كل سلايدز عشان تبقى محفوظه. M measure the mat. أول ما بص على إكس راي كده أول حاجة بعملها، أول حاجة بعملها أروح على طول راسم the mechanical axis of the lower limb from the center of the hip to the center of the ankle وأشوفه ماشي في center of the knee ولا مش ماشي في center of the knee. If it is shifted medially يبقى أنا عندي mechanical axis deviation، وهنا هسميه medial mechanical axis deviation. And this medial mechanical axis deviation means genuvarum. And لو حد قال لك define genuvarum, it is medial mechanical axis deviation. وعشان ما نعملش خطوط كتير، فلو احنا بنرسم بمسطره هتحط المسطره على center of the femur of the hip and center of the ankle، وترسم line كده parallel بس للني، line قصير كده عشان ما تلخبطلكش المقاسات بتاعتك. طبعا لو انت بتشتغل على البون نينجا ولا حاجه انت مش تحتاج الكلام ده خالص، انت تمسك اللاين ده تبعده وتحوله الميكانيكال اكس اوف ذا فيمر ما عندكش ايه مشكله. بس دي اول حاجه تقول لك الليم ده جلوبالي كده في ايه؟ في مال الاينمنت ولا ما فيش مال الاينمنت؟ في ميكانيكال اكسس ديفيشن ولا ما فيهوش ميكانيكال اكسس ديفيشن؟ ولو لقينا الميكانيكال اكسس از شيفتد لاترالي ذس مينز جينو فالجم. يبقى الديفينيشن الثاني بتاع الجينو فالجم از لاترال ميكانيكال اكسس deviation. وبرضو نحط المسطرة ونرسم just short line عشان اقدر اقول والله ده 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 في هنا عندي lateral mechanical axis deviation. طيب a question سألناه قبل كده، does a normal mechanical axis means normal lower limb؟ لما الاقي كده شوف العظمة دي، شوف البعزاء اللي موجودة في الركبة ومع كده the center of the hip from the center of the hip to the center of the ankle is passing through the center of the knee. This means this is aligned limb, but not normal. يعني لما الاقي normal mechanical axis ما اقدرش اقول عليه normal limb. خد بالك انا في التو سلايدز اللي فاتت بقول لك ايه؟ aligned limb. aligned limb. ما فيش mechanical axis deviation. ما فيش mal alignment. بس ما قلناش انها ايه؟ normal limb. اوكي؟ او is this is acceptable alignment or not? I may find the mechanical axis of the lower limb is normal and aligned,
but this limb is abnormal and this alignment may not be acceptable. يبقى normal mechanical axis لا يساوي normal limb. ماشي؟ بيساوي بس normal alignment. لكن normal lower limb تساوي ايه؟ تساوي normal mechanical axis and normal joint orientations. يعني علاقات الجوينتس مع this mechanical او anatomical axis are within normal. لكن لو بصينا هنا هتلاقي علاقات الجوينتس مع الاناتوميكال او الميكانيكال اكسس ار نوت نورمال. ماشي؟ يبقى لازم تكمله لل الميكانيكال والاكسيسز والاناتوميكال اكسيسز لازم اوجد علاقات طبيعيه ما بين الجوينت اورينتيشن لاين اند ذيس ايه اكسيس. يبقى لازم نعرف ايه هم الجوينت اورينتيشن لاين. خلاص الجوينت اورينتيشن انجلز دي هي كرييتد باي ذا جوينت اورينتيشن لاين اند ذا ميكانيكال اور اناتوميكال اكس. يبقى بعد ما شفنا الميكانيكال اكسس ديفيشن في مال الاينمنت ولا لا، ولو لقينا ان مفيش مال الاينمنت مش كده خلاص اقفل الكراسه، لا ده انت رجليك فله، لا انالايز ذا انجل. ماشي؟ مش رسمت والجوينت كده بس اوبا ده شوف الجمال ده اللاين فروم ذا سنتر اوف ذا هيب تو ذا سنتر اوف ذا انكل باسنج ثرو ذا سنتر اوف ذا ني، الف مبروك الحمد لله على السلامه. نو لازم اقيس بقى الانجل جوينت اورينتيشن لاين خلاص ان ريليشن تو ذيس اناتوميكال اور ميكانيكال اكسس. وعشان كده ذا سكند ستيب افتر ميجرينج ذا ماد هي انالايز ذا انجلز. انالايز ذا انجلز خلاص لازم نعرف ايه هم اللاينز اللي هنرسمهم. الانكل سهل جدا، two points parallel to the dome of the talus or the tibial plafond وارسم لاين. يبقى هو ده الانكل joint orientation line. الني ليها two joint orientation line، the tibia from the deepest point of the plateau medially and laterally and draw a line. يبقى this a the joint orientation line of the proximal tibia. وفي line تاني للdistal femur، the most distal point of the medial and lateral plateau femoral condyles in the frontal plane. And this is the joint orientation line of the distal femur. وليه مهمين في الني ان احنا نرسم التو لاينز دول؟ لان ممكن يبقى في knee joint source of deformity اللي هي joint line conversion angle. المفروض ما يبقاش الانجل ما بين ال joint orientation line of the tibia and the femur اكتر من 2 degrees، يعني لازم يبقوا parallel لبعض. لو اكتر من كده يبقى انا عندي joint source of deformity، ولازم نقيس الانجل ما بين ال two joint orientation line of the distal femur and the proximal tibia. نيجي للهيب. الهيب ده مكلكع شوية. ايه الجوينت؟ اولا لازم نحدد السنتر اوف ذا هيب. السنتر اوف ذا هيب الهيب مدور، نحدد السنتر بتاعه ازاي؟ خلاص ممكن بموس سيركل كده، او في حاجة تانية ان انا ارسم ذا ميد اوف ذا نيك اند ذا وايدست بوينت اوف ذا فيمورال هيد وارسم لاين بيربنديكولار تو ذيم او جوينينج ذا سنتر اوف ذيس تو لاينز، هيوصلني على طول للسنتر اوف the femoral head. في البون نينجا سهل قوي انك تطلع السنتر ده، هوريكوا ازاي بعد كده، لانك لما بيتعلم على اللاين بيعمل دايره فبتقدر تحطها على الهيب فيطلع لك السنتر اوف ذا femoral head. طيب عندنا حاجه احنا عارفينها كلنا اللي هي نيك شافت انجل، سهله جدا. بتحط السنتر اوف ذا نيك والسنتر اوف ذا هيد وترسم لاين اداء ذيس ذا اكسس اوف ذا femoral neck. ماشي؟ وتشوف ريليشن بينك وبين الفيمر، والله اقل من الطبيعي يبقى عندك كوكسا فارا، من الطبيعي يبقى عندك ايه كوكسا فالجا. لكن عندنا اليمنت ثانيه مهمه جدا وهي ذا جريتر تروكانتر. انا ممكن يبقى ما عنديش لا كوكسا فارا ولا كوكسا فالجا بس عندي ابدكتور انسفشنسي نتيجه اوفر جروث اوف ذا جريتر تروكانتر. يبقى انا لازم لما افكر في الهيب لازم يبقى ليا لاين ليه علاقه بالجريتر تروكانتر.
اوكي، يمكن اللي حضر المحاضرة بتاعت الكوك سفارة فيه ان احنا ما يبقى عندنا نورمال نيك شافت انجل، بس انا عندي اوفر جروث اوف ذا جريت اتروكانتر، فمحتاج ان اقصره عشان احسن الابداكتور صف فانكشن. عشان كده بقى في هيب جوينت اورينتيشن لاين، الاين جوينينج ذا سنتر اوف ذا فيمورال هيد تو ذا تيب اوف ذا جريتر تروكانتر. ماشي، يبقى يبقى عندنا نقول ايه هي علاقه الجوينت اورينتيشن لاين بالاناتوميكال والميكانيكال اكسس. ولو لقيت ان مفيش مال الاينمنت and this limb is aligned, that's mean the mechanical axis from the center of the hip to the center of the ankle passing through the center of the knee, و this line ليجد علاقة طبيعية مع الجوينت اورينتيشن لاين، يبقى انا بتعامل مع normal limb. لقيت هو aligned بس ممكن في جوينت مش طبيعية، نبدأ نسأل نفسنا الجوينت اللي مش طبيعية دي within the acceptable range ولا مش within the acceptable range. دايما اتفقوا ان هم يختاروا الانجلز اللي اقل من 90 او 90 واحتمالات تبقى اقل اكتر. ماشي، فهنشرح الانجل دي بعد شوية هنسميها ازاي. قالك ام سمول او اي سمول، يعني لما بقيس انجلز ليها علاقه بالميكانيكال اكسس بسميها ام، وبالاناتوميكال اكسس بسميها اي سمول. ماشي، لما تلاقي اي سمول او ام سمول في الاول يبقى تقول على طول دي ميكانيكال او اناتوميكال اكسس. ماشي، لاترال ال ميديال ام، بروكسيمال بي، ديستال دي، فيمر اف، تيبيا تي. ماشي، يعني مثلا لما هسمي الانجل دي، الانجل دي ايه؟ فيمورال. العلاقه ما بين الجوينت اورينتيشن لاين والميكانيكال اكسس يبقى هتبدا بايه؟ بام ميكانيكال لاترال ديستال فيمورال انجل، يبقى دي ميكانيكال لاترال ديستال فيمورال انجل. يبقى انا اعرف على طول ان دي علاقه ما بين الميكانيكال اكسس اوف ذا فيمر اند ذا جوينت اورينتيشن of the femur، واحنا اخترنا اللاترال لانها اللي اقل من 90، والانجل دي لازم تبقى محفوظه عن ظهر القلب 87 درجه، ما حدش ينساها من 87 ل 90. طب ولو اناتوميكال هسميها بدل الام هحط ايه؟ اي، يبقى اي اناتوميكال لاترال ديستال فيمورال انجل هتبقى اقل من دي بحوالي 6 درجات، هتبقى 81، وبرضه لاترال لان اللاترال هي الاقل من 90 هتبقى 81. خلاص، يبقى معنى كده ان العلاقه ما بين الميكانيكال اكسس، سوري، الميكانيكال اكسس اوف ذا فيمر والاناتوميكال اكسس 6 درجات. اوكي، يبقى الفيمر في علاقه ما بين الاناتوميكال والميكانيكال اكسس 6 درجات. لو هقيس على الميكانيكال يبقى الانجل 87، لو هقيس على الاناتوميكال تبقى الانجل ايه؟ 81. اللي ستارت بوينت للميكانيكال في السنتر اوف ذا ني، واللي ستارت بوينت اوف ذا اناتوميكال فين؟ ميديال تو ذا سنتر اوف ذا ني. ماشي، الكلام ده مش صعب خالص على فكره لو بنكرره وبنستعمله، الاستعمال عمره ما يخليك ايه تنسى. طيب نطلع للفيمر بقى. احنا قلنا اهم انجلز في الفيمر اللي هي اللاترال ديستال فيمورال انجل، الاناتوميكال والميكانيكال. والاناتوميكال 81 اهي، والميكانيكال ايه؟ 87. طيب نيجي بقى للبروكسيمال فيمر، الهيب جوينت اورينتيشن لاين. ماشي، لما نقيسه تبع الميكانيكال اكسس بيبقى الاغلب اللي اقل من 90 هو اللاترال، يبقى lateral proximal femoral angle هي بنسميها ميكانيكال. طب ولو قسناه تبع الاناتوميكال اكسس يبقى اللي اقل من 90 هتبقى الميديال، هتبقى الميديال. طب ما دام انا هنا عندي لما اقول لك proximal ميديال proximal femoral angle يبقى انت اوتوماتيك عارف، ما دام بقول لك ميديال proximal femoral angle يبقى انا بقيس الجوينت اورينتيشن لاين اوف ذا هيب with the anatomical axis.
ولما اقول لك لاترال بروكسيمال فيمورال، لاترال بروكسيمال فيمورال انجل، يبقى انا بقيس على طول ايه، انا ميكانيكال اكسس مع هيب جوينت اورينتيشن لاين. عشان كده لما بقول بروكسيمال ملوش معنى ان انا اقول اناتوميكال وميكانيكال، ما دام قلت لك لاترال بقيت بتكلم على الميكانيكال، وما دام قلت لك ميديال بروكسيمال فيمورال انجل يبقى انا بكلمك على اناتوميكال. فما فيش ما داعي ان احنا نلخبط نفسنا ونقول ميكانيكال واناتوميكال. لكن لما نيجي بقى على الديستال فيمورال انجل، لاترال ديستال فيمورال انجل، لازم اقول لك اناتوميكال ولا ميكانيكال، لان الاثنين لاترال، الاثنين لاترال. طيب نيجي للتيبيا، التيبيا ما فيهاش، هي الاناتوميكال هي الميكانيكال، فما عندناش مشكلة خالص. لو احنا الجوينت لاين ده بارلل لبعض، والاناتوميكال والميكانيكال اكس اوف ذا فيمر هو نفسه الميكانيكال او الاناتوميكال اكس اوف ذا تيبيا، يبقى لازم الانجل ال 87 اللي كانت هنا تبقى مكملة هنا تبقى 87. يبقى انا اهم انجل في التيبيا هتبقى ايه؟ الميديال بروكسيمال تيبيال انجل. الميديال بروكسيمال تيبيال انجل سواء ميكانيكال او اناتوميكال ذا سيم، عشان كده مش محتاج ان انا استعمل ام سمول ولا اي سمول. اوكي، و الديستال انجل بتاعتها اللي هي اللاترال ديستال تيبيال انجل برضو من 86 ل 90، ممكن تسميها 90، فما فيش مشكله. لكن اهم انجلز تستعملها بالذات لما بتعمل مال الاينمنت تيست او بتانلايز دي انجل الحقيقه، هي اللاترال ديستال فيمورال انجل سواء اناتوميكال او ميكانيكال، والميديال بروكسيمال تيبيال انجل اللي هم زي بعض سواء كانوا اناتوميكال او ميكانيكال. والديستال هنا تقريبا تساوي الميديال بروكسيمال، بس ايه، هي لاترال ديستال تيبيال انجل. طيب كده اكتشفنا ان الميكانيكال اكسس والاناتوميكال اكسس اوف ذا فيمر ار ديفرنت، والفرق بينهم 6 ديجريز خلاص. لكن التيبيا الميكانيكال اكسس ده هيساوي ايه؟ الاناتوميكال اكسس. طيب لما تبص كده، طب انا دلوقتي واقعين في حوسه، النيدي في فالجس ولا فيرس؟ لو بصينا بالنسبه للني بالنسبه للفيمر هنلاقي ان ان فالجس، ولو بصينا للتيبي او بصينا على الني هنلاقي ان ان فيرس. طب ايه وجع القلب اللي احنا فيه ده؟ هنعمل ايه؟ خلاص ولا حاجه، الدنيا بسيطه جدا. ليه؟ لان الحقيقه لما احنا بنقيس الاناتوميكال اكس اوف ذا فيمر والميكانيكال اكس اوف ذا لور لم، This is not the mechanical axis of the body weight. خلاص الميكانيكال اكس اوف ذا بودي ويت عامل 3 degrees، يعني ريليشن مع الميكانيكال اكس اوف ذا لور limb about 3 degrees. فربنا عشان يخلي واحنا ماشيين الني جوينت اورينتيشن لاين بارلل تو ذا جراوند، ربنا خلاه ان 3 ديجري فيرس. ليه؟ لان احنا البلفس عندنا وايد والبيز اوف السبورت نارو، فاللور ليم حقيقي الميكانيكال اكس بتاعها از نوت فيرتيكال تو ذا جراوند، مش زي ما احنا قاعدين نرسم كده في الرسومات اللي فاتت. It is not vertical to the ground. الحقيقه اللور ليم oblique to the ground حوالي 3 degrees، وبالتالي اول ما تبقى oblique to the ground 3 degrees يتحول الجوينت اورينتيشن لاين ده اللي كان مايل بقى horizontal، فبقى parallel to the ground. اوكي، ودي ليه ميزه ثانيه سبحان الله، ان ال 3 ديجري الفيروس اللي موجودين في التيبيا، انا قلت الكلام ده المحاضره اللي فاتت بس هعيده بسرعه. احنا عندنا the medial condyle the back of the medial condyle is prominent posterior عن the lateral condyle، فعشان لما اعمل flexion تفضل التيبيا تحت الني خلاص لازم يبقى التيبيا فيها 3 degree varus.
عشان لما اعمل فلكشن الميديال كوندايل ده الاوبليكيتي بتاعته تساوي 3 ديجري اوبليكيتي بتاعت البروكسيمال تيبيا. فلما اعمل فلكشن رجليا ما تحدفش ان ايه فالجس. وعشان كده اللي بيعمل توتال ني بيقطع من الميديال كوندايل اكتر من اللاترال كوندايل، ولازم يقطع التيبيا بيربنديكولار عشان يخليها 90 90، ما يقدرش يعمل الكونفيجريشن الطبيعي ده. طيب عندنا مشاكل في القياس، احنا هنقيس ازاي؟ لما تكتب عايز ريكويست اكس راي عشان تقيس هتعمل ايه؟ لازم تطلب من المركز الاشعه اللي انت عايزه ديجيتال راديوجراف بوث لوور لم اي بي ستاندنج patella facing anterior. The anterior position of the lower limb is the anterior position of the patella, is the anterior position of the knee. يبقى لما تصور عيان لازم تحط الباتيلا anterior. Whatever the position of the lower limb, the feet. ممكن العيان عنده external tibial torsion فعشان تحط الني exactly anterior يبقى العيان لازم عامل severe out towing. خلاص عنده internal tibia torsion يبقى عشان تحط الني صح لازم العيان يبقى عامل internal rotation جامد. فانت كل عينيك على الني، واول ما تبص على اكس راي لازم اول حاجه تبص عليها the position of the patella in the center of the femoral condyles. لو ما لقيتهاش كده يبقى ما ينفعش تقيس على الاكس راي دي. طيب عندنا مشكله ثانيه مهمه جدا في الاطفال. الاطفال البون اللي انت شايفه ده مجرد الاوسيفيك نيوكليس، لكن انت مش شايف لا ارتيكولار سيرفيس اوف ذا ني ولا ارتيكولار سيرفيس اوف ذا ديستال فيمر ولا التيبيا. فانت هتقيس ازاي؟ خلاص سهل قوي انك تعمل تشوف في ماد، تعمل ميكانيكال اكس تيست تشوف في ميكانيكال اكس ديفيشن ولا لا فروم ذا سنتر اوف ذا هيب تو ذا سنتر اوف ذا انكل، وتقول لي والله ده عنده جينو فالجم، ده عنده لاترال ميكانيكال اكس ديفيشن او ميديال ميكانيكال اكس ديفيشن. لكن هنقيس الانجل ازاي؟ خلاص هل الانجل دي صحيحه؟ هل ده بيمثل الارتيكولار سيرفيس الصحيح؟ لا. عشان كده الميجرمنتس دي في الاطفال ما بتنفعش قبل يمكن سن 7 8 سنين، لحد ما الفيمورال كوندايل يبقى almost taking the shape of the articular surface. عندنا مشكله ثانيه برضه عشان نرسم الهيب جوينت اورينتيشن لاين. احنا كل greater trochanter is cartilaginous، فانا مش هعرف اقيس هيب جوينت اورينتيشن لاين. عشان كده في الكوكسا فارا والكلام ده بنستعمل انجلز ثانيه زي ما قلنا في محاضره الكوكسا فارا. طب هنحل المشكله دي ازاي؟ هنقيس الاناتوميكال اكسيس او الميكانيكال اكسيس اوف ذا فيمر ان ريليشن تو ذا تيبيا. خلاص ونطلع الانجل اللي ما بين الاناتوميكال اكسيس اوف ذا فيمر اند تيبيا، ونقول الاناتوميك تيبيو فيمرال انجل او الميكانيكال تيبيو فيمرال ايه انجل، ونقيس الانجل دي. لو انا هقيس على الميكانيكال اكسيس يبقى لازم التيبيا تبقى كولينير مع الميكانيكال اكسيس اوف ذا فيمر. لو هقيس على الاناتوميكال اكسيس يبقى انا هقبل 6 ديجري فالجس ما بين الاناتوميكال اكسس اوف ذا فيمر اند اناتوميكال اكسس اوف ايه دي تيبيا. مفهوم الكلام ده؟ خلاص it is not so difficult لان احنا كلنا عارفين ان ما بين الفيمر وما بين التيبيا في 6 ديجري فالجس. لكن لو انا هرسم اناتوميكال سوري ميكانيكال اكسس يبقى لازم the mechanical axis of the femur is collinear with the mechanical axis of the tibia لو انا عندي normal aligned. بص على الاكس راي دي، الولد ده انا كنت عامل له عمليه، عامل له كان عنده proximal tibial valgus وعملت له 8 bleed وتصلح وكلينيكالي متصلح. راح عمل اكس راي في مركز ما صوره طلع لي، انت شايف عامل ازاي؟ اللي رسمت الميكانيكال اكسس الولد عنده ميديان ميكانيكال اكسس ديفيشن، ده كاني العمليه اللي انا عملتها عملت له اوفر كوركشن. يعني هو كان بلجم وانا حطيت له هنا البليد عمل له. طيب فين الباتيلا هنا في السنتر؟ مش باينه الباتيلا. الولد عنده اكسترنال تيبيال تورشن، فالتكنيشن اللي عمله الاكس راي وقفه وخلاه يحط رجليه بارلل لبعض
دايما التكنيشنز عندهم حاجه ان الرجلين يتحطوا جنب بعض، لا الاساس ان انا اخلي الباتيلي facing anterior. This is the anterior projection of the lower limb, not the direction of the feet. يا جماعه مهم قوي نفهم الكلام ده. بعته في مكان تاني، صح؟ ادي اهو الاكس راي، الباتيلا في النص بالظبط. ايه رايك في الالاينمنت كده؟ The lower limb is aligned. مفيش جينو غيره، مفيش اوفر كوركشن حصل. العيان ده لو خدنا ديسيجن هنا في العيان ده هنشيل الشريحه من هنا وننقلها الناحيه الثانيه عشان نصلح له الجينوفيرا، ما هو ما عندوش ومش محتاج. لو بصينا على الاكس راي اللي معموله صح، احنا العيان ده محتاج يشيل البليت، خلاص كوركتد. شوف الفرق في الديسيجن ميكنج عامل ازاي. عشان كده بكرر مرارا وتكرارا، خلاص خد بالك خد بالك خد بالك من الروتيشن. While taking the X-ray or calculating the X-ray or measuring the X-ray, please ensure that the position of the knee or the knee was positioned in exact anteroposterior view. This means the patella is seen on the center of the distal femoral condyle or the center of the condyles. الكلام ده مهم جدا. في بعض الاحيان بيبقى في سيفير مال روتيشن، خلاص في الفيمر او التيبي او الاثنين عكس بعض، وصعب قوي ان في الحاله دي بتصور كل عظمه لوحدها في الانتروبوستيريور بوزيشن بتاعها وبتعمل لها اناليسس. طيب من ضمن الميجرمنتس اوف ذا ماد او الميكانيكال اكسس او الام اللي فوق، ان احنا نقيس الليج لينث ديسكريبنسي. المفروض لو اي بني ادم واقف عادي على رجلين الاثنين، يبقى انا هنا البلفس ما يبقاش فيه اي اوبليكوتي. طيب العيان ده واقف وممكن اقيس رجليه واطوال العظم الاقيه سليم، بس البلفس اوبليك، عندي حاجه من اثنين، يا عندي فليكشن ديفورميتي، يا اما الفوت هايت ديبريست في ناحيه عن ناحيه، زي عيان عنده فيبولار هيميميليا الفوت هايت ديبريست، عيان عنده فلات فوت في ناحيه جامده قوي الفوت هايت ديبريست. الفوت هايت الديبريشن اوف ذا فوت هايت مي اد اباوت 1 تو 2 سنتيمترز اوف ذا ليج لينث ديسكريبنسي، فحاجه ممكن تبقى سيجنيفيكانت. عشان كده بداوا يبصوا ان احنا ما نقيس طول العرض، احنا نقيس الديفرنس بتوين ذا هايت اوف ذا هيبس، وهو ده اللي يبقى الليج لينث ديسكريبنسي. لو لقيته مساوي بالظبط للليج لينث ديسكريبنسي اللي انا قايس بيه، اللي انا مطلعه من قياس طول العض، يبقى ده عندي الفوت هايت ان بوث لور ليم ار ذا سيم. لكن لو لقيته انه ازيد من اللينث اوف ذا بونز اوف تيبيا اند فيمر، يبقى انا كمان في زياده متسببها لي الريديوست هايت اوف ذا فوت. عشان كده بيقيسوا، خلاص ناخد ستاندرد بوينت. ممكن تاخد الستاندرد بوينت دي نهايه الفيلم، ممكن تاخدها لو الاكس راي معموله على جريد لاينز كده، تاخد جريد لاين وتقيس منه ماشي. والمفروض يبقى عندنا ستاندرد كوين زي دي ونقدر نقيس عليها وناخد ونعمل كاليبريشن ونقدر نقيس. البون نينجا بيقدر يقيس الكلام ده، بس نبقى حاطين حاجه بارلل تو ذا بون واحنا عارفين مقاسها بالظبط. ممكن نشرح الكلام ده بعد كده. بنقيس. طب افرض العيان ده وانا بقيسته عشان اعمل له الاكس راي واقدر اوقفه صح، انا موقفه على شو ليفت. لو موقفه على شو ليفت 5 سم وال 5 سم دول مخليين البلفس هوريزونتال ومفيش اي اوبليكتي، يبقى في الحاله دي الليج لينث ديسكريبنسي يساوي ايه؟ يساوي ال 5 سم. يعني انا هطرح المسافه دي من دي تطلع لي صفر، يبقى وازود عليها الشو ليفت. عشان كده الحسبه او المعادله اللي بتحسب بيها بتشوف الهايت فروم ذا هيب تو ستاندرد ريفرنس بوينت، وتطرح A من B وتزود عليهم اي شو ليفت، يقول لك اكزاكتلي الليج لينث ديسكريبنسي بتاعنا قد ايه. في خطا كتير قوي حد بيرتكبه في الطول، قياس اطوال العظام. يجي لك عيان عنده سي بي هيمبليجيك، ده عنده قصر في الرجل
يا سيدي ما فيش قصر في العظم، لا ده احنا قسناها بالكمبيوتر وطلع في قصر في الرجل. طب والله عظيم على عظيمك ما فيش قصر في الرجل. اللي بيحصل ايه؟ الاطفال دول عندهم فلكشن ديفورميتي اون ذا ني. فلما حضرتك العيان لازم لما يتصور وعشان تقيس الاطوال صح لازم يبقى الني فولي اكستاند. خلاص نفس الني دي نفس الفيمر دي لو احنا خلينا العيان ده عنده فيكسد فليكشن ديفورميتي لما هتصور من ناحيه واحده اللي هي سنجل بلان هتلاقي ان الهايت قل مع ان الطول الفعلي للفيمر ما قلش، انت بس لما صورت بدل ما تصور بالبنديكولار عليها هي مالت كده، فلما تصور وهي مايله فتصور الهايت اقل. عشان كده لما نحب نقيس اطوال العظم في عيان عنده فلكشن ديفورميتي اقيس الاطوال لاترال فيو فيمر واللاترال فيو تيبيا وازودهم على بعض يطلع لي الطول الحقيقي للم. لكن لو انا قست في الانتروبوستيريور فيو هطلع ان في ليج لينث ديسكريبنسي مع اني حقيقي ما فيش ليج لينث ديسكريبنسي لاني اني هي اللي فليكسد وبالتالي الريز ما كانتش بيربنديكولار تو ذا بون عشان اقيس طولها صح، كانت اوبليك تو ذا بون، فهي قاست الهايت اللي هي شايفاه وليس الطول الحقيقي بتاع العظم. خلاص الحقيقه ما لقيتش سنتر في مصر يقيس لي لاترال فيو فاضطر اقيسها انا بنفسي. اوكي لان مش يعني مش عارف ايه الصعوبه ان يقيس البون لاترال فيو كلينث. كده خلصنا الفرونتال بلان بلين كميجرمنتس اوف ذا ميكانيكال اكس ديفيشن اند تو انالايز ذا انجلز في الفرونتال بلين اللي هي الانجلز. اتفقنا ايه هي الانجلز؟ الانجلز هي الجوينت اورينتيشن لاينز ان ريليشن تو ذا ميكانيكال اند اناتوميكال اكسيس. لو طلعنا من الحاجات دي بحاجه البوزيشن الصح ديورينج راديوجرافي انتروبوستيريور صح الميكانيكال اكسس والاناتوميكال اكسس ترسم الجوينت اورينتيشن لاين صح تجد علاقه طبيعيه ما بين الجوينت اورينتيشن لاين والميكانيكال او الاناتوميكال اكسس. ممكن الاناتوميكال والميكانيكال اكسس لو ماشيين صح بس تقول عليه الايند لم لكن ليس نورمال لم. بعد كده تشوف analyze the angles وتشوف الانجلز اللي موجوده حتى لو compensating each other this compensation is acceptable or not acceptable زي ما هنشوف حالا. نيجي للساجيتال بلين. الساجيتال بلين مختلف شويه او مختلف كتير عن الفرونتال بلين. حقيقي الاستعمال بتاع الفرونتال اكتر بكتير والفرونتال بلاننج يهمك اكتر بكتير، لكن الساجيتال بلاننج هيفهمك حاجات كتيره جدا جدا وفي شويه كده تريكس المفروض تبقى عارفينهم بتبقى هايله. يعني اول حاجه لما بنرسم لما نتفرج على ساجيتال بلان فيلم اولا لازم العين يبقى ستاندنج برضو وان فول ني اكستنشن. اول حاجه بنرسمها حاجه اسمها ني هنج بوينت. ني هنج بوينت ني هنج بوينت دي في البيدياتريك بتترسم غير الادلتس. في البيدياتريك لاين along the physial scar او the physis of the distal femur in the true lateral view خلاص with a line along the posterior cortex of the distal femur. سهل. Line along the posterior cortex of the distal femur مع الفايس. يبقى انا كده الانترسكشن ده هو الني هنج بوينت. طب في ادلت وما فيش فايسس وما فيش حتى فايزيال سكار يبقى البلومين سيت لاين اللي هو الروف اوف ذا انتركونتايلر نوتش with the posterior line or with the line along the posterior cortex of the distal femur. يبقى دي الهنج بوينت. بعد ما رسمت الهنج بوينت دي هرسم the mechanical axis of the lower limb in the lateral view. الميكانيكال axis of the lower limb منين؟ من the center of the hip to the center of the ankle. في الفرونتال بلين it should pass through the center of the knee.
طب في السجيتال بلين it should pass anterior to the hinge point of the knee. بس خلاص anterior قد ايه؟ no limits. بس anterior is good. طب لو posterior is bad. خلاص لما تلاقي الاناتوميكال الميكانيكال اكس اوف ذا lower limb passing posterior to the hinge point of the knee يبقى انا عندي problem. عندي flexion deformity of the knee. خلاص يبقى انا عندي هنا sagittal plane deformity. sagittal plane deformity على طول. خلاص لكن لو انا anterior it is good no limit ممكن يبقى عندي sagittal plane deformity ممكن ما يبقى عنديش. في فاكتورز ثانيه بقى هتدخل في القصه دي. يبقى اهم حاجه في اللاترال فيو انك ترسم الاناتوميكال الميكانيكال اكس اوف ذا هول لور ليمب وانت محدد الهنج بوينت اوف ذا ني. واول ما تلاقي الميكانيكال اكس بوستيريور something wrong 100% تلاقيه anterior may be good may be bad نبدا ناناليز ونشوف. لكن it should be anterior to the knee. واحد عنده hyperlaxity شويه فلما بيقف بيقف بريكرفيتم وبيمشي بيمشي عادي من غير اي ريكرفيتم ولا حاجه it's nothing normal ماشي. ريكرفيتم اللي يهمنا during stance phase الاقي العيان بيجي له ريكرفيتم نبدا نسال ويبقى عندنا مشكله. لكن لو ماشي وبيجي له ريكرفيتم بس عشان يعمل knee locking وهو standing بس ما عندناش مشكله. وvariable degrees of knee recurvatum during standing according to the ligamentous laxity of every person. يبقى اول حاجه هنرسمها الني هنج بوينت. نمبر اثنين نعمل ميكانيكال اكس اوف ذا هول لور ليمب نقدر نقول انا جود اور باد. باد صريحه باد. جود ملهاش ليميتس. طيب عايزين بقى زي ما بدا زي فاكر في الفرونتال بلين كنا بنقول ايه الميكانيكال اكس اوف ذا لور ليمب ونشوف في ميكانيكال اكس ديفيشن ولا لا. في ميكانيكال ابدا انالايز بقى كل عظمه ايه لوحدها ماشي. فبنرسم الميكانيكال اكس والاناتوميكال اكس بتاع كل عظمه ماشي. وممكن اعمل بلاننج بقى اناتوميكال وميكانيكال. في الساجيتال بلين الموضوع مش كده. اولا هو نفس الستبس على فكره احنا بس الاختلاف حددنا هنا في الساجيتال بلين ني هنج بوينت وبعد كده شفنا الميكانيكال اكس اوف ذا هول لور ليمب. نيجي بقى نمسك البونز اوف ذا لور ليمب عايزين نرسم لها الميكانيكال اكسس بتاعها. هنكتشف حاجه احنا كنا بنقول في الفرونتال بلين الميكانيكال اكسس فروم ذا سنتر اوف ذا جوينت اباف تو ذا سنتر اوف ذا جوينت بيلو. هنا لا هنا مش هينفع كده. ليه؟ هو فين السنتر اوف ذا جوينت؟ ما احناش عارفين له سنتر. يعني الديستال فيمر دي فين السنتر بتاعها؟ خلاص فعشان كده في السجيتال بلين بنقول موديفايد ميكانيكال اكس ما بنقولش ميكانيكال اكس عشان الديفينيشن بتاع ميكانيكال اكس ما ينفعش يتغير. فهيبقى في الفيمر منين؟ الفايزيال سكار او لاين along the physis in child او فايزيال سكار in matures او لو ما لقيتش يبقى the points two points هنا joining of the cortex with the condyle. هتلاقي دايما في point كده بتعلم انتقال الكورتكس وتحولها الكوندايل anterior and posterior. يبقى these are the two points اللي انا لو رسمتهم هعمل ال distal femoral joint orientation line in the sagittal plane. يبقى هو ده الهيب الني الديستال فيمورال ني جوينت اورينتيشن لاين ان ذا ساجيتال بلين. والفيرتيكال لاين اللي هرسمه بقى فروم ذا سنتر اوف ذا هيب تو ا بوينت ات ذا جانكشن اوف ذا انتيريور ثيرد وذ ذا ميدل تو ثيرد اوف ذيس اي لاين. ماشي يا جماعه؟ يبقى هو ده الموديفايد ميكانيكال اكس. المفروض يبقى الانجل اللي اقل من 90 فين؟ البوستيريور. عشان كده بيسموها posterior distal femoral axis angle. posterior distal femoral angle حوالي كام؟ 83 84 يعني اقل من 90
بست درجات. اوكي طيب نيجي للاناتوميكال الميكانيكال اكسس اوف او الموديفايد ميكانيكال اكسس اوف ذا ديست اوف ذا تيبيا. بسيطه جدا, from the center of the ankle to align along the plateau. ده سهل قوي, anterior end of the plateau, posterior end of the plateau, tersum line, the knee joint orientation line of the tibia and the sagittal plane. خلاص, بس ال point of intersection فين فين؟ the anterior fifth. ماشي, the anterior fifth. اوكي, وكلنا عارفين ان في posterior slope في proximal tibia حوالي 10 درجات, عشان كده الانجل دي 80 81 ايه درجه. طيب الميكانيكال اكسس او الموديفايد ميكانيكال اكسس اللي في الساجيتال بلين ده بنستعمله ايه؟ ليه؟ تو سبوت ديفورميتيز. بس تو سبوت ديفورميتي يقول لي العظمه دي نورمال كويسه فيها ديفورميتي ولا ما فيهاش. لكن عشان اعرف بقى فين الديفورميتي بالظبط والاكس اوف ديفورميتي بالظبط هستعمل الاناتوميكال اكسس زي ما هنشوف. اوكي, يبقى انا لما هعمل هنا الميكانيكال اكسس اوف دي فيمر ان دي لاترال فيو ان ذا ساجيتال بلين وهرسم هنا الني جوينت اورينتيشن لاين, يبقى لازم الاقي نورمالي البوستيريور ديستال فيمورال انجل حوالي 83 والبروكسما البوستيريور بروكسمال تيبيال انجل برضه حوالي 81 او 80 وانتيريولي هنا بيبقى حوالي 80 درجه. يعني التيبيا البروكسمالي بوستيريور 80 اند ديستالي انتيريو 80 اللي هي الانتيريو ديستال تيبيال انجل. خلاص ماشي, مفيش هيب جوينت اورينتيشن لاين في الساجيتال بلين او في اللاترال فيو. الاناتوميكال اكسس زي ما هو في الفرونتال زي ما هو في الديستال في الساجيتال, هو ميد دايفيزيال لاين. هنكتشف ان الفيمر فيها نورمال انتيريور بو, عشان كده الاناتوميكال اكسس اوف ذا بروكسمال غير الاناتوميكال اكسس اوف ذا ديستال بارت اوف ذا دايفيسيس اوف ذا فيمر. لكن السنتر برضو اللي بيلتقي فيه الميد دايفيزيال لاين مع الني جوينت اورينتيشن لاين برضو في الانجنكشن اوف ذا انتيريور ثيرد. عشان كده لما تفتكروا لما كنت تقرا في المانيوال بتاع الاي او انك تعمل دي سي اس او كده كان لازم او فيكسد انجل بليت للديستال فيمر الانتري بوينت بتاعتك at the junction of the anterior third and middle third of the femur. ليه؟ لان هو ده الاكسس along which this is the diaphysis of the femur. لو رجعت ورا عن كده هتلاقي نفسك خارج في الشارع, خارج ورا, ماشي؟ فلازم تطلع في النقطه دي. وكذلك في البروكسيمال تيبيا, في التيبيا الميد دايفيزيال لاين اوف ذا تيبيا انترسكتس ذا joint orientation line in the anterior fifth. عشان كده لما نحط برضو angle lateral proximal tibial angle او medial proximal tibial angle نحطها والaxis بتاعها at the anterior fifth with the posterior four fifth of the proximal tibial plateau او plateau, عشان اقدر يبقى البروجكشن of the plate along the mid diaphyseal line يعني along the shaft of the tibia. انه من الكريتشر بقى بالنسبه لكم سهل, posterior distal femoral angle, هنا anterior distal tibial angle, مش صعب. يبقى احنا هنا قلنا في السجيتال بلين, بعيد تاني عشان ما ننساش, knee hinge point, mechanical axis of the whole lower limb should pass anterior to the knee hinge joint point. لو if passed posterior يبقى انا عندي مشكله. بعد كده بعمل ميكانيكال اكسس اوف ايتش بون عشان يقول لي في ديفورميتي ولا لا. طيب البون دي فيها ديفورميتي, ابدا اعمل ايه؟ اقيس الاناتوميكال اكسس بتاعها عشان اطلع فين بالظبط الديفورميتي واعمل بلاننج واعمل اوستيوتوميز. ماشي, في حاجه ثانيه بقى,
جديدة خالص مش موجودة في الفرونتال برين، حاجة اسمها anterior cortical lines. The line along the anterior cortex of the distal femur and the anterior cortex of the tibia. خلاص. This line should be collinear. دول وظيفتهم ايه؟ يطلعوا لي joint source of deformity. فاكرين في الفرونتال بلين كان عندي الني جوينت اورينتيشن لاين و التيبيال جوينت اورينتيشن لاين، ولو في بينهم انجل يبقى انا عندي ني سورس او جوينت سورس اوف ديفورميتي اللي هي الجوينت كونفكشن انجل. هنا لا، هنا انا ما عنديش لاينز، الفيمر مدوره فمالهاش لاين خلاص. فاعمل ايه؟ فهعمل حاجه اسمها انتيريور كورتيكال لاين. ماشي، الانتيريور كورتيكال لاين دول لازم يبقوا كو لينير، او لو في نورمال ريكيرفيتم يبقوا انجيوليتد كده، شايف بريكيرفيتم حوالي اب تو 5 ديجريز، بس الانترسكشن بوينت بتاعتهم لازم تبقى فين؟ ابدا جوينت لاين. لكن لو لقيت الانترسكشن بتاعهم ديستال او بروكسيمال تو ذا جوينت لاين، يبقى انا عندي ايه؟ سمثينج رونج. لما الاقي كده مثلا يبقى الانتيريور جوينت لاين ده مش ماشي مع الانتيريور جوينت لاين ده، يبقى انا هنا عندي something wrong، في عندي anterior subluxation of the tibia، ومش بس recurvatum لا، ده كمان فيها subluxation او posterior sloping او procurvatum او recurvatum of the bone itself، مش بس joint source of deformity. لو انا عندي joint source of deformity بس، هتبقى ال point of intersection يا اما زايده في اي direction، بس at the point of intersection at the level of the knee not proximal or distal the knee joint. يبقى في sagittal plane the mechanical axis of the lower limb لازم يبقى anterior to the knee hinge point. The anterior cortical line لازم يبقى collinear او ممكن recurvatum up to 5 degrees but should intersect at the level of the knee joint. بعد كده لو لقيت في مشكله يبقى ارسم الميكانيكال اكسس، اشوف الريليشن بتاعته مع الفيمر والتيبيا بروكسيمال اند ديستال جوينت اورينتيشن لاينز. لقيت في ديفورميتي ابدا اعمل بلاننج واعرف مكان الديفورميتي بايه؟ بالاناتوميكال اكسس. وبرضو الاناتوميكال اكسس للتيبيا هو نفسه تقريبا الميكانيكال الموديفايد ميكانيكال اكسس اوف ذا تيبيا. قلنا هنسمي الميكانيكال اكسس اوف ذا بونز ان ذا ساجيتال بلين موديفايد، لانهم نوت فروم ذا سنتر اوف ذا جوينت اباف تو ذا سنتر اوف ذا جوينت بيلو. في الفيمر هنبقى الجانكشن اوف ذا انتيريور ثيرد تو ذا بوستيريور تو ثيردز، وفي التيبيا the junction of the anterior fifth to the posterior four fifth of the articular surface proximally. زي ما قلنا في الاول خالص each segment of the bone has a mechanical and anatomical axis. احنا عشان ما نتوهش احنا هنا عملنا measurements of the mat والleg length وعملنا analysis of the angle في السجتال والفرونتال بلين. عايزين to pick the bone بقى، فين البون اللي فيها deformity؟ خلاص عندنا مثلا هنا خلاص هنرسم anatomical axis anatomical axis of the proximal tibia mid diaphyseal line ومid diaphyseal line with distal tibia. المفروض دول يبقوا single line، في بينهم angles، يبقى انا هنا عندي ايه؟ deformity. خلاص ممكن ارسمها بطريقه ثانيه، انا هرسم بقى anatomical axis ازاي؟ هرسم الجوينت اورينتيشن لاين وانزل منه ب 87 درجه، وارسم هنا الني جو الانكل جوينت اورينتيشن لاين واطلع منه برضه ب 84 درجه، وهتلاقي هنا على طول ايه؟ حصل نفس الانترسكشن، لان هنا الميكانيكال هو يساوي الاناتوميكال. طيب ايه رايك في دي؟ هل ينفع في عظمه زي كده ارسم اناتوميكال اكسس للبروكسيمال تيبيا؟ في هنا حته اقدر ارسم فيها ميد دايفيزيال لاين؟ خلاص يبقى انا هنا ارسم الجوينت اورينتيشن لاين وانزل منه ب 87 درجه، عشان كده انا رسمت الميكانيكال اكسس اوف ذا بروكسيمال تيبيا، وهرسم واحد تاني يبقى دي الانترسكشن بوينت. ده اللي يقول لك ليه احنا بنحتاج
طريقتين عشان نرسم بيهم الانجلز بتاعتنا واللاينز بتاعتنا. محدش يقول انا همشي اناتوميكال بس، همشي من الدايفيزيال لاين ومريح نفسي والدنيا فله والدنيا ما مش محتاج وجع قلب يا عم خلاص. لا، في ديفورميتي زي دي انت ما عندكش بروكسمال سيجمنت تقدر ترسم لها ميد دايفيزيال لاين عشان تقدر تحدد انجلز، فغصب عنك هتبدا العكس، ترسم الجوينت اورينتيشن لاين وتنزل منه، تنزل منه بلاين تاني 87 درجه ميديالي عشان ترسم كده. انت رسمت الميكانيكال اكسس اوف ذا بروكسمال تيبيا، وات ايفر البروكسمال تيبيا دي، ان شاء الله كانت البروكسمال تيبيا دي هي مجرد ارتكلر سيرفس ماشي. وده اكبر دليل انك تتعامل مع العظمه كلاينز مش كشكل عظم ماشي. انا هنا ممكن ارسم تحت عادي ميد دايفيزيال لاين، بس في نفس الوقت هرسم هنا اللاين بالطريقه الثانيه دي لاني ما عنديش في البروكسمال سيجمنت جزء من الدايفيزيز اقدر ارسم عليه ميد دايفيزيال لاين. يبقى احنا هنا عملنا ميجرمنتس اوف ذا مات والليج لينث وانالايز ذا انجلز، بقينا بيك ذا بون. يعني ايه بيك ذا بون؟ احنا هنا انهي بون هنصلح؟ خلاص، دي مسج مهمه جدا في الفرونتال بلين. بص معايا، احنا هنا عندنا الولد ده عنده جينو فيرم، وعندنا هنا الميكانيكال اكسس بتاعه اللاترال ديستال فيمورال انجل الميكانيكال 94 اللي هي المفروض تبقى كام؟ 87. يعني هنا بنتكلم في 7 درجات فيرس، والميديال بروكسيمال تيبيال انجل هنا 85 وفي الناحيتين النورمال 85. يبقى انا هنا الديفورميتي الوحيده فينا عندي فيمورال، مفيش حاجه اسمها الفيرم يبقى الديفورميتي بتاعته تيبيا، ومفيش حاجه اسمها الفالجنت يبقى الديفورميتي بتاعته فيمورال. انسوا الكلام ده، امسحوه، ديليت، ايريز، اعمل اللي انت عايزه. خلاص، انت بتشوف فين الديفورميتي. هنا الفيمورال هي اللي فيها ديفورميتي، يبقى انا هصلح ايه؟ فيمورال، مش هقرب جنب التيبيا خالص. سهله الديسيجن هنا، سهل. طيب هنا الميكانيكال لاترال ديستال فيمورال انجل 107، يا نهار ابيض 107، ده المفروض تبقى 87، يعني 20 درجه فيرس، 20 درجه فيرس في الفيمر. والتيبيا الميديال بروكسيمال تيبيال انجل 72، يعني 15 درجه فيرس. دي 20 ودي 15، دي فورمز ضخمه جدا في الفيمر ودي فورمز ضخمه جدا في التيبيا، يبقى انا لازم اصلح الاثنين. ديفورمز كبيره في الفيمر وديفورمز كبيره في التيبيا، يبقى لازم اصلح ايه؟ الاثنين. ده نيجي للاكزامبل ده بقى اللي هو عايزين نطلع منه بمعلومه واحده مهمه جدا. انا هنا عندي الميديال بروكسيمال تيبيال انجل 91 وهنا 93، يعني هنا فالجس، والميديال بروكسيمال 85، عندي هنا فالجس جامد قوي. شوف الميكانيكال اكس الاحمر ده في شيفت عنيف جدا. خلاص، دي 85 يعني 2 درجه بس، 2 درجه بس. ودي ايه؟ الفيمر فيها 93، يعني بنتكلم في حوالي 5 درجات فالجس في التيبيا، وخمس ودرجتين فالجس في الفيمر. طب نصلح منين؟ نصلحهم كلهم تيبيال ولا نصلحهم كلهم فيمر ولا نصلح فيمر لوحدها وتيبيال لوحدها؟ هنا عشان درجتين وهنا عشان 5 درجات، ما يرضيش ربنا. طب ايه اللي مقبول وايه اللي مش مقبول؟ خلاص، اللي مش مقبول ومرفوض تماما اي ريزيديوال تيبيال فيروس. خلاص، يعني انا هنا ما اقدرش اقول انا هصلح الخمس الست درجات الفالجس اللي موجودين في التيبيا واصلح عليهم التلات او درجتين اللي موجودين فيما، ففي الحاله دي هدخل التيبيا ايه؟ في شويه فيروس. This is bad choice.
باد تشويس، غلط، لان اي بروكسيمال تيبيال فيروس بيزود لي او بيعمل لي شير ستريسز على الني، لان الميكانيكال اكسس اوف ذا بودي اند ذا ويت اوف ذا بودي از باسنج ميديال تو ذا ني. ما دام باسنج ميديال تو ذا ني يبقى في فورس، شيرنج فورس على الفيمر انها تنزل ميديالي لو في اي ميديال سلوب في البروكسيمال ايه تيبيا. يبقى البوزيشن ده مش مقبول، never to end with valgus femur and varus tibia، لكن ممكن انتهي بcorrected بover corrected tibia، يعني مثلا انتهي بvalgus tibia مع varus femur. يعني ما فيش مانع ابدا اني مثلا عندي عيان عنده جينو فالجم تيبيا وفيمورال بس الاثنين قليلين، خلاص اصلح من الفيمر واوفر كوركت من الفيمر وانتهي بشويه فيروس في الفيمر واللاترال ديستال فيمورال انجل بدل ما هي 87 تبقى 95 واعوض بيها الفالجس اللي موجود في الفيمر بقى في التيبيا. ماشي، يعني ممكن انتهي بفالجس تيبيا وفيروس فيمر، لكن اوعى تنتهي باي فيروس تيبيا. ماشي، والليمتس بتاعتنا بنتكلم في اراوند 7 درجات او حاجه، مش اكتر، ايه مش كده من كده. ماشي، يبقى this is how to pick the bone، هنصلح انهي بون، مش كل بون هي لازم، ممكن اوفر كوركت من بون عشان اعمل اوستيوتومي واحد وما اعملش اتنين اوستيوتوميز. يبقى محاضرة النهاردة كانت بس عن الماب، يبقى عندنا محاضرة تانية عن الـ APC. ايه هو الماب؟ Measure the mechanical axis deviation leg length discrepancy, analysis of the angles, and to pick the bone you will work on it. المحاضرة الجاية هتبقى APC اللي هي detection of the apex of the deformity, the bone cut, and the correction اللي هو the osteotomy rules and how to do angulation or angulation and translation osteotomy. Don't forget, failure to plan is planning to failure, بالذات في شغل ال lower limb deformity. Thank you so much. طب السؤال بس الأخير يا بيه، أو يعني سؤال ليا، السجدل إزاي أخلي، يعني العين بيتصور إزاي السجدل؟ العيان بيتصور ازاي ساجيتال؟ لازم تلاقي الفرق ما بين، ده سؤال حلو قوي على فكره، ويعني سؤال بتاع حد فاهم. انا اللي ساله والله بي. مش مكتوب. انت شايف لازم تلاقي المنظر ده، خلاص، اللي هو الميديال فيمورال كوندايل از بوستيريور تو ذا لاترال فيمورال كوندايل. لو لقيتهم باينين كانهم كوندايل واحد هيبقى العيان ده ان اكسترنال روتيشن، خلاص. فلازم تشوف المنظر ده، ولازم تشوف البلومين سيت لاين ده، ولازم تبقى ال فيبولا بوستيريور تو ذا تيبيا زي ما انت شايف كده، خلاص. لكن لازم نشوف المنظر ده اللي هو الميديال كوندايل از بروميننت بوستيريور تو ذا لاترال كوندايل، تمام، والعيان بيبقى واقف، يعني رجل، يعني واقف فاتح رجله، ويعني كانه في الرجل اللي بتتصور بطلعها قدام ومرجع الرجل الثانيه ورا. اوكي، فول، ونحمل عليها فول اكستنشن. اوكي